عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. وطبعا من المعروف أن لكل جواد كبوة، والحقيقة إحنا كنادي أهلي بنمر بالكبوة دي بقالنا فترة، ولكن كالعادة ولأنه هو النادي الأهلي العظيم الكبير أكيد الكل هب عشان نمشي في أولى خطوات الإصلاح، وقد كان وإن شاء الله تكون نتيجتها مرضية بالنسبة لنا كلنا، لأن إحنا كجماهير النادي الأهلي الحقيقة بطبيعة الحال أي شخص بينتمي وجدانيا لنادي أكيد ما بيحبش أن النادي يكون متعثر بأي شكل من الأشكال، ده بشكل عام، لكن بصفة خاصة وعند الأهلوية لا، الموضوع بيبقى كبير الحقيقة، ولكن إن شاء الله الكل يكون مرضي الفترة الجاية. على كل الأحوال زي ما هوندا قالت لكم وإحنا بنطلعكم الفاصل الأخير، إحنا يعني حققنا من خلال ماتش امبارح المرجو، وبطبيعة الحال أكيد الأداء ما كانش هو الأمثل، لكن إن شاء الله تاني ده هيتغير في الفترة اللي جاية. كل الأمور دي هنتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا كابتن ماهر همام اللي دايما بيسعدنا وبيشرفنا بوجوده معنا في البرنامج. صباح الخيرات عليك، أهلا بيك. الله يسلمك، ربنا يخليك. أهلا بحضرتك كابتن ماهر، وخلينا نبدأ كده بسؤال، لأن أنا نفسي عايزة أعرف إجابة السؤال ده ليه، وهل تكررت برضو في أجيال قديمة ولو جيل حضرتك قبل كده ولا لأ، وبيبقى سببها إيه؟ فكرة التذبذب في الأداء، يعني مش هنقدر إن احنا نقول دلوقتي النادي الأهلي أداؤه سيء جدا، لأن احنا بنشوف مباريات بيتم الحسم فيها والمباراة بتخلص في الشوط الأولاني وبنجيب أكتر من هدف، ومباريات تانية بنشوف فيها أداء غريب جدا، نستنى للـ 90 بلس بتاعنا، بس الماتش ما بيبقاش مستاهل 90 بلس، يعني أنت ممكن فعلا تقدر تخلص على طول وما بيحصلش، فممكن نبدأ من هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما ذكرت كده نهاوند، فعلا يعني وانا لاعب مريت بالظروف الصعبه ديت، لكن كان في مقاومات تقدر تساعد ان احنا نطلع من الكبوه دي بسرعه، وانا مدرب برضك مريت بنفس الظروف مع اللعيبه، وقدرنا برضك ان احنا يعني كمنظومه رياضيه نقدر نطلع من النزول اللي هو الدروب الطبيعي ده. فلكن المره دي طالت شويه، يعني العمليه زادت شويه، عمل يعني في قلق بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني، اللعيبه، زي ما انت ذكرت وكريم ذكر ان احنا الهدف ان احنا نكسب الثلاث نقاط او في الكاس نروح لمرحله زي امبارح مثلا من دور 16 لدور الثمانيه، لكن اللي جاي برضك يقلقنا احنا كفنيين، يقلقنا يعني لو هنتكلم مثلا على الجانب الشق الاداري والمنظومه، منظومة مجلس الإدارة في الفترة اللي فاتت مش عايز أقول بيانات طلعت، لا تهديدات، والتهديدات كانت في صالح المنظومة بالنسبة للتحكيم والظلم اللي احنا وقع علينا الفترة اللي فاتت. كابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبة وحفزهم انهم يرجعوا لطبيعتهم مرة تانية، الجهاز الفني بيشتغل، مستر ريكاردو حط ايده على الطريقه، لكن استراتيجيه الطريقه لسه مش حاسينها او مش لسه هو البعض لمسينها. شايف ان الاداء ليس الاروع مع سواريش، يعني دور اللعيبه بقى. دور اللعيبه بقى اللي هو يعني محتاج وقفه، يعني اللعيبه لازم تساعدنا، لان اللعيبه ديت معظمها كان عايز فرصه، اللعيبه ديت فيها بعض من الناشئين بيعتمد عليها الراجل اللي مش مؤثرين بصراحه، يعني بعض الخبرات اللي موجوده كمان لازم تساعد، فدور اللعيبه دور اكبر، لان مجلس اداره قام بالدور بتاعه والجماهير بتساند بشكل كبير جدا. الراجل الخواجه ريكاردو حط ايده على طريقه اللعب اللي تناسب الفتره دي والمجموعه دي، لكن التنفيذ بقى هنا دور اللعيبه، اللعيبه ليها دور كبير جدا. احنا اول مره نتكلم على اللعيبه او اول مره نقول للعيبه لازم تشد حكم اكتر من كده، مش حاسين بالروح الروح الفنيه الحمراء اللي احنا متعودين عليها. يعني لو هنقول الناشئين هم لعبوا في مباراه الاتحاد وثبتوا وجودهم، لكن في مباراه المقصه امبارح عايزين الثبات ده، مش عايزين يبقى مره فوق مره تحت، بالظبط تذبذب غير مفهوم، يعني جريء بالشكل. فبرضك اللعيبه عليها دور كبير جدا، وانا يمكن هنا بتكلم على اللعيبه لان بقيه المنظومه يعني ما شاء الله واقفه بشكل كبير جدا في ظهر اللعيبه، فاللعيبه لازم تحس باحساس المنظومه ككل، تحس باحساس الجماهير. الفتره الاخيره كابتن ماهر يعني احنا اتكلمنا كتير عن الظلم التحكيمي الممنهج، واتكلمنا عن كتير من الملابسات اللي ادت للكبوه اللي انا كنت بتكلم مع حضرتك عنها من شويه، تلاحم المباريات والاجهاد العضلي والعصبي الموجود عند اللعيبه الى اخره، ولكن هل كل العناصر دي تخلينا نحس بالغربه اللي احنا حسينا بيها واحنا بنتفرج على اداء
لعيبه في الفتره الاخيره، هل ده كفيل ان يوصلنا لاننا نشوف اللي شفناه ده، ولا كان المفروض رجوعا لنقطه اللعيبه ان الى جانب بقى كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم عنها دي، لا اللعيبه ليها وضع تاني والروح لازم تكون حاضره ايا كانت الملابسات ايه، وكل واحد بيقدم اخر ما عنده وما بيستخسرش نقطه عرق ولا مجهود يبذله تاني برغم كل اللي حصل. ففي تقصير ما نقدر نقول من اللعيبه زي ما ذكرت كده كريم، ممكن يكون الجهاد والاصابات ضرب بعض النجوم المؤثره معاك دلوقتي. يعني انت كنت في احتياج عنصر او اثنين وثلاثه من اللعيبه الدوليين اللي هم بيعملوا لك الفارق. أي. وبيعملوا لك الخبره داخل المنظومه، فانت النهارده فقدت اللعيبه دي، لانك انت طبعا قرر الكابتن محمود الخطيب ان اللعيبه دي هتريح لنهايه الخمس مباريات اللي جايين، ومنهم لعيبه مصابه ولعيبه مجهده، فاضطريت تعتمد على الراجعين من الاصابه واللعيبه الموجوده اللي محتاجه فرصه، مع وجود الناشئين اللي احنا عارفينهم الست لعيبه اللي هم كانوا موجودين معانا في كاس الرابطه ومن ايام مستر موسيماني، وبعدين مستر ريكاردو جه كمل بالولاد دول. الدوافع بقى بتاعت اللعيبه دي النهارده احنا مع الاسف يعني عايزين اكتر من كده، مش حاسينها، لان انت برضه كمان كنت بتشتكي انك انت مع مستر موسيماني مش واخد فرصه، فالنهارده فرصه متاحه بتبدا من بدايه المباراه، وبظروف وملابسات مش بتتكرر كتير بالسيناريو اللي حاصل بالظبط. وبعدين النهارده يعني ما بقاش في منافسه بينك وبين الاساسي، خلاص الاساسي موجود في الراحه او مصاب، فانت النهارده عايز فرصه. وبعدين لازم الناس دي تعرف، اللعيبه لازم تعرف، وتمام احنا بنتكلم وبنقول وبنلمح في السيادات التحليليه او لما يجي نحلل المباراه بنقول ان فرصه للعيبه تثبت وجودها للراجل، لان الفتره الجايه في تقييم فني. ما هم عارفين الكلام ده بالزبط. يعني معلش برضه كابتن ماهر، هم عارفين الكلام ده. والكلام ده هو الراجل لما جه قال لك عليه وقال لك انا ماليش دعوه بلاعب نجم ومش نجم، على يعني ادي الكلام على الارض مفيش حاجه اتغيرت. طيب يعني ما احنا السبب من وجهه نظر حضرتك وخبرتك على مدار السنين، لما يبقى لاعب عارف ان هو على المحك وان ممكن ان هو يعني انضمامه للنادي ينتهي او تعاقده مع النادي ينتهي في اي لحظه، وما زال برضه هو مش قادر يقدم افضل ما عنده، يبقى اكيد في مشكله كبيره. كابتن ماهر بتوصف او بتوصف المشكله دي بايه؟ اكيد اللاعب في النادي الاهلي مش متخاذل، اكيد هو مش عايز يقدم افضل شيء. في حاجه هنرجع تاني نقول ضغوطات، ولا الموضوع يعني، ولا قصه مدرب وخطه بتتحط، ولا يعني خلينا نفهم من حضرتك بمنتهى الصراحه بقى. يعني هنتكلم مثلا على الشق التدريبي، يعني بالنسبه للراجل جه حط طريقه اللي هي 3 4 3 وديت مناسبه جدا مع المجموعه اللي موجوده الحاليه، لكن استراتيجيه التنفيذ للاعب يعني 3 مثلا مدافعين وبعدين باكين قريبين من الجناحين وبعدين 3 مهاجمين، 2 نص ملعب و3 مهاجمين. يعني امبارح مثلا من ضمن التحليلات للمباراه الطريقه ديت موجود فيها محمد هاني مع زياد، ما حسيناش في الشوط الاولاني الا بكروس، يعني 2 كروس عرضي من ناحيه محمد هاني وغير مؤثرين. يعني في تقصير في الاستراتيجيه او الجمل التكتيكيه اللي الراجل بنى عليها هذه الطريقه. الجنب الثاني في كريم وفي ميكيسوني، برضك ما حسيناش بالخطوره بتاعت الاطراف دي. ليه بقى؟ ما ده السؤال. هو هنا بقى اللعيب، لان الراجل بيشتغل، الراجل بيحط ايده على الجمل التكتيكيه وبيبدا يشتغل عليها في الوحده التدريبيه. طب مال اللاعب؟ لكن مش فاهمة. اللاعب يعني عايز اقول ايه؟ يعني ممكن يكون كريم مش في مكانه الباك ليفت، يعني كريم بيلعب باك رايت، بيلعب باك رايت مظبوط، مش قادر يساعد ميكيسوني. طيب وميكيسوني لما بيشتغل في الحته دي في خطوط عريضه بالنسبه له، ايه هي؟ لازم اعمل خلق مساحه ورا المدافع، اقدر اعمل هاف كروس، اقدر اعمل واحد ضد واحد، اقدر اصوب على المرمى، اقدر اخترق بمهاره فرديه. يبقى في حلول فرديه مختلفه. بالظبط، الحلول الفرديه والحاجات دي الجمل التكتيكيه مش حاسينها، احنا مش حاسينها. وبعدين بنلعب راس حربه واحد اللي هو احمد سيد غريب بالظبط، وبعدين على يمينه زياد
قصير القامه، ميكيسوني قصير القامه، فلما بنعمل اوفرات عكسيه او كروسات عكسيه لو عد السيد ميكيسوني ما بيلعبش بدماغه وزياد ما بيلعبش بدماغه، فبرضك بتاثر في التلت الهجومي، بتاثر على الفرص. طب ما حدش بقى يصلح الوضع الخاطئ ده، ما حدش فاهم المدرب مثلا ان دي مش مراكزهم، فبالتالي مش مش او حتى لو مراكزهم بس ما بدونيش اللي انا عايزه. يعني انا لما اخش بين الشوطين في خطوط عريضه بقول انا محتاج يا جماعه الجبهه اليمين دي تعمل لي مثلا في الشوط الاولاني 10 كروسات، الجبهه الشمال محتاجه في الشوط الاولاني تعمل لي 10 كروسات، اتعمل منهم مرتين ثلاثه، اخش بين الشوطين اقول لا انا عايز زياده اكتر، عايز فعاليه اكتر. النقطه الثانيه كمان انك انت ممكن في اوقات بتختار طريقه تناسب الاجواء اللي موجوده، بمعنى ان انا ممكن اغير الطريقه من 3 4 4 من 3 4 3 ل 4 4 2 العب راس حربه ثاني زي حسام مع سيد، يبقى في عنصر طول بيجدوا العاب الهواء. يعني دي برضك حاجات مهمه جدا تكتيكيا من الراجل الحقيقه ومنطقيه ولعبنا بيها قبل كده، لازم افرضها لازم الجا ليها. حاجات تانية يا كريم نواد، التصويبات اللي من خارج ال 18 قليله جدا. في زون ديفنس معمول من المقصه، لان دي امكانيات المقصه، عارف انه بيقابل نادي البطولات نادي القرن، عارف النادي الاهلي خطير، فمقفل تلات خطوطه موجوده في التلت في ال 30 يارد الاخر، فمقفل ومقفل على مفاتيح النادي الاهلي. لكن انت عندك في استراتيجيه تخترق بيها التكتل ده، ومنها مثلا التصويبات خارج ال 18. شفنا الشوط الاولاني مثلا على استحياء يانج مره بالظبط، طب ليه فخري مره، لازم اخش بين الشوطين اقول للعيبه يا جماعه يانج انا عايز 10 مرات، فخري عايز خصوصا يا كابتن همام انت بتلعب مع برضو تاني فريق فيه جاب كبيره قوي بينك وبينه، وهو بيلعب على خلاص هو دلوقتي دور تاني، وانت بتتكلم في يعني ما انا مش عارفه يعني. فالنهارده برضك خد بالك انا هودي يا كريم، المقصه نزل واخر الجدول ونتائجه كانت سلبيه في المباريات اللي قبل كده، لكن هو دلوقتي بيعرض بضاعته، كل لعيب في المقصه دلوقتي بيعرض بضاعته للفرق اللي طبعا طبعا وده مشروع جدا وفيها شيء من حلاوه الروح برضه. بالظبط حلاوه الروح، شوف طبعًا. بقى القضادات اللي بيعملوها علينا، وشوف الضغط والزحلقه اللي بيشتغلوا علينا. بس ده كان متوقع كابتن ماهر قبل المباراه، يعني اكيد طبعًا كان طبعًا لازم سواريز قاري ده كويس. طبعا لهم طبعا محاضره المباراه والاعداد للمباراه، اكيد الراجل قال يا جماعه خدوا بالكم النهارده المقصه صيد مش سهل، النهارده المقصه هيبقى له انياب، بيعتمد على الزون ديفنس، بيعتمد على الكونتر اتاك، ناخد بالنا. يعني حتى كمان الثلاثي اللي ورا بالنسبه لعبد المنعم وبالنسبه لرامي وبالنسبه للمتولي، مرتين المقصه راح بكونتر اتاك، يعني لازم ناخد بالنا براس حربه واحد، يبقى لازم واحد بيمسكه وواحد مغطي من وراه، يعني حتى كمان في ثغرات دفاعيه للثلاثي اللي ورا اللي هم عندهم خبرات، الثلاثه دوليين. طبعا. ما بنقللش من قيمتهم بالعكس، لكن بنقول ناخد بالنا يا جماعه. طيب خلينا بعد اذن حضرتك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع، وما نرجع يعني احنا اكيد هنكمل كلامنا في النادي الاهلي، وان كان برضو يعني ولو لدقائق عايزين نروح لمنظومه كره القدم المصريه بشكل عام، وكلنا شايفين ان فيها عوار صريح الحقيقه، والعوار ده يستدعي خطوه اصلاح. تمام. فمن ضمن خطوات الاصلاح زي ما هو حصل في النادي الاهلي كده والدفع بالناشئين، بس فكره كلاتنبرج جلب يعني حد مسؤول عن الملف التحكيمي، فكره جلب اثنين مدربين واحد برازيلي وواحد برتغالي للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، هل دي تعتبر من ضمن خطوات الاصلاح ولا لا؟ نسمع اجابه حضرتك بعد ما نرجع من الفاصل. اتفضل. امبارح اتحاد الكرة أصدر عدة قرارات، وكنا قبل الفاصل بنتكلم مع كابتن ماهر إن منظومة كرة القدم المصرية يمكن مش أول مرة برضو هنتكلم فيها، اتكلمنا قبل كده كتير وغيرنا اتكلم ولسه هنتكلم، فكرة إن احنا عايزين تطوير، والتطوير فعلا بدأ كده يبقى ليه ملامح ببعض القرارات اللي جت والمدربين اللي تم استقطابهم وغيره وغيره من الفكر الحديث إلى حد ما اللي احنا ما كانش عندنا في الفترة اللي فاتت. البشاير كده بتقول ايه من وجهة نظرك كابتن ماهر؟ هل احنا فعلا كده في اولى خطوات اصلاح منظومة كرة القدم المصرية مع التطوير المطلوب؟ ده الشق الثاني برضو القرارات الصادرة من اتحاد الكرة الخاصة كمان بالمدربين، لو هو العقد خلص او يعني مشوه ما يقدر ان هو ينضم بعد كده لنادي تاني، لو هو اللي مشي ما يشتغلش ابدا مع اي نادي في مصر، فبتشوف ده ازاي؟ يعني احنا من فتره طويله جدا ويمكن اتكلمنا في الموضوع ده، قلنا من
من السبعينات ومن الستينات عندنا مشاكل اداريه في بالنسبه للمنتخبات وعندنا مشاكل من فنية. الستينات كابتن شاذلي كان في تصريح الله يرحمه على صفحته قبل كده اتكلم على ان من سنه 60 واحنا عندنا اخفاقات بالنسبه للمنتخب المصري. انا سنه 79 قلت الكلام ده برضك في منشط في مجله من سنه 60 ده كتير قوي كتير. فيعني بدانا نتحرك بس بنتحرك يعني احنا من سنه 60 اتحركنا 2022 عندنا اخفاق بالنسبه للمنتخبات بشكل كبير جدا يعني على الالفيه الجديده ربنا هيكمل ان شاء الله من ناحيه سنه ويبقى زي الحقيقه والله انا اودي كريم فطبعا دي معلومه ما كنتش اعرفها ان احنا من سنه 60 ده حقيقي والله يعني عايز اقول لك ان اللوائح ما بتتغيرش يعني من سنه 60 ليه السؤال ليه؟ ما هو سبحان الله يعني احنا بنربط على حاجه سبحان الله فعلا وبنحيي سبحان الله فسبحان الله بنربط على حاجه خلاص بنفضل عليها لحد ما نموت. فطبعا اتحاد الكوره يعني النخبه اللي موجوده يعني فيها اثنين لعيبه كوره كابتن حازم وبركات وجمال علام فكروا الفتره اللي فاتت دي في تطوير الكره المصريه ان هم استقدموا طبعا مدير فني للمنتخب الاول بعد طبعا يعني عايز اقول الاخفاقات اللي حصلت يمكن مع كابتن حسام البدري وبعدين مع ايهاب جلال. وانا شايف ان ده كان صعب جدا على المدير الفني المصري ان مفيش حمايه يعني احنا هو ما خدوش فرصه وخاصه كابتن ايهاب جلال يعني بصراحه حق يقال وقلنا الكلام ده على فكره علشان الناس ترجع لليوتيوب هو ملحقش. هو ما عملش يعني بالزبط. ما احنا يا يعني نختار من الاول يا ما نختارش بس لما نختار نبقى قد اختيارنا الراجل لسه ما كانش يعني هو ينفع تبقى كره القدم المصريه حقل اختبار لا طبعا صعب كريم صعب جدا وفي ظلم واقع على الاثنين المدربين دول بالذات انا بتفق يعني انا كان في رايي بالنسبه لإيهاب جلال انا كنت اديله المنتخب الاولمبي يعني في مقوله في اتحاد الكره يقول لك ايه لما اجي اختار المدير الفني لازم يكون عنده خبرات منتخبات ايوه صح فالنهارده احنا شايفين ان إيهاب جلال كان من المدربين الواعدين ايه المانع ان انا اديله المنتخب الاولمبي زي ما عمل حسام البدري قبل كده اديله المنتخب الاولمبي ثم انقله للمنتخب الاول وجهه نظر محترمه فالنهارده في ما شاء الله في حزمه من المدربين الاجانب كتير قوي انا شايفها يعني بس صراحة. ربما ده يعني مؤشر جيد ربما انت في حاجه انا معاكي الفريق الاول انا معاكي والراجل بتاع الفريق الاول هو يقدر يخطط يعني احنا جايبين راجل بتاع الفريق الاول ثم جايبين للمنتخب الاولمبي ثم جايبين تحكيم ثم بنفكر في تخطيط للقاعده اللي تحت اللي بس انا مش شايفه ده وحش يعني انا مع الراي اللي مش شايف ده وحش انا معاكي لكن حتى ولو لفتره الاصلاح المطلوب بالظبط يعني انا بقول ان الراجل الاولاني ده هو الهيد يقدر يخطط لنا يقدر يقول بالنسبه للقاعده بالنسبه للمنتخبات اللي تحته الربط بينه وبين الاجهزه الفنيه فكنت اتمنى يبقى الاولمبي مصري والشباب موجودين الحمد لله الشباب مصر ان شاء الله ينصلح الحال وكل الامور المنطقيه اللي كلنا عايزينها وبنرغب فيها تتحقق الفتره اللي جايه احنا للاسف وقتنا في الفقره دي انتهى يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا كابتن ماهر عبد الله على السلامه الله يسلمك ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي الفتره اللي جايه يا رب كابتن ماهر نتمنى ذلك ويعني وان شاء الله الفتره دي تعدي سريعا ونرجع مره ثانيه للاهلي اللي احنا نعرفه واللي غيرنا يعرفه على فكره بالمناسبه يعني هنروح فاصل نرجع و هيبقى في فقرة طبية هتكون معايا بعد الفاصل ونشوف حضراتكم بعد كده إن شاء الله أنا وكريم في حلقة جديدة بكرة بإذن الله.